واحنا في الرابطه جاء تليفون من الوزاره يقولوا اللي فما نومبر كبير في المستشفى هادي الرئيس ويلزمك تخرج ما تدخلش لهادي الرئيس تمشي لحبيب ثامر، مع اني انا اللي ترانسفير برينسيب الكل يدخلوا الويت ملاد مع بعضهم في الامبولانس يلزمهم الكل يمشوا لهادي الرئيس. من بعد جاء تليفون من الوزاره يقول لك لا يلزمك تمشي للحبيب ثامر راهو فما طب يستناو فيكم. هذايو من حبيب مليت ما دخلتش لهادي الرئيس، عملت الدوره ما ضيعتش الثنيه، نعرف هادي الرئيس صافي بيرسك. هما قالوا لي لومبيلونس الثالثه غلطت في الثنيه ومن بعد ليك فماش لا ما غلطنيش في الثنيه، وكانوا موجهين الثمانيه مع بعضهم راهو مع اكريت البنيه التحتيه في الثنيه ثمانيه، فانا عندنا ديجا زوز تعبون دخلنا بهم للفحص تنسيق مع مستشفى جاي سليانه وعلمنا الاداره وقعت الاسعافات نتاعهم، يعني فما شكون يعني عمل فوميسمون، فما شكون عمل فيرتيج، واحد تصور ثمانيه فرد امبيلونس راك نقول لك ثمانيه، افهم كيف انا وضعي ومضروب في عينيهم ثمانيه، وثمانيه كلهم رقدوا في الحبيب ثامر فيهم اصابات.